للحديث أكثر حول دور التخريبي لقطر في الدول العربية انضم معنا الدكتور أحمد قنديل خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور أحمد. بداية الحديث عن تحالف الشر أو ما بين قوسين قطر والإرهاب وإيران، ما هو أو ما هي حقيقة الأدوار التي تقوم بها قطر وإيران في تخريب المنطقة العربية في الآونة الأخيرة؟ الحقيقة واضح جدا منذ قمة الرياض التي جمعت قادة الدول الخليجية والرئيس دونالد ترامب في إحداها، والقمة الأخرى التي جمعت قادة 55 دولة إسلامية والرئيس الأمريكي، واتفاق هاتين القمتين على أن إيران هي المحرك الأول أو الدولة الأولى الراعية للإرهاب في المنطقة. ثم في اليوم التالي يخرج أمير قطر أو الدولة القطرية لتعبر أن إيران ليست دولة عدوة وقوة إقليمية كبرى لا يجب العداء معها أو الدخول في مواجهات معها. الحقيقة الحدثين دول كان محطة فارقة، لأن القمتين اتفقتا على ضرورة وقف تمويل الإرهاب والدول الراعية له بشكل حازم لكي يتم يعني علاج هذا السرطان الذي أصبح يصيب يعني جميع دول العالم. طبعا هذه هاتين الدولتين بالذات وجدتا أنهما سوف يدخلان في دائرة جديدة من الحصار والمقاطعة، وبالتالي كان يعني اتفقتا على ضرورة التعاون والتفاهم التكتيكي في مواجهة هذه التحالف الدولي والعربي الجديد ضدهما. ومن هنا ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأحداث كما شاهدنا وكما ورد في التقرير الأخير. طبعا قطر يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها توافق مع نظام الملالي في إيران على ضرورة التعاون في وجه ما يعتبرونه الجبهة العالمية ضدهما، وهذا يفسر ربما إلى حد كبير تنامي التعاون بينهما في الآونة الأخيرة. نعم، يعني الحديث عن يعني تنامي أو توطد العلاقات فيما بين يعني قطر وإيران وبعض الدول الأخرى والجماعات المسلحة، هذا يترجم دكتور أحمد يعني ما يحدث في الآونة الأخيرة بأنه بالفعل يعني لا تطال لا إيران ولا قطر أي من العمليات الإرهابية التي تحدث في باقي المنطقة العربية التي توجهت صوب يعني مصر والسعودية والبحرين مؤخرا بالعديد من العمليات الإرهابية المسلحة؟ هذا أو هذه هي الترجمة الفعلية والحقيقية لهذا التحالف وتحالف قوى الشر؟ نعم، هذا في الحقيقة مؤشر على الإحباط الشديد التي وصلت إليها الجماعات الإرهابية التي تدعمها هاتين الدولتين. هما يريدان توجيه عدة رسائل في عدة اتجاهات. الرسالة الأولى أنهما ما زالوا لهم أهمية على الأرض رغم تنامي التحالف الدولي المناوئ لهما. هما يرغبون في جذب مزيد من المتعاطفين معهم بإغراء مثل هذه العمليات التخريبية والإرهابية. هم أيضا يريدون أن يجذب يعني من له مصلحة في استمرار عدم الاستقرار والأمن في المنطقة لدعمهما في حالة ما إذا انصاعت قطر على الأقل للمساعي الخليجية والعربية لإيقاف قيامها بتمويل الجماعات الإرهابية. وبالتالي أعتقد أنه جزء من هذه العمليات رغبة من الجماعات المتطرفة لإثبات الذات يعني جذب تمويل جديد وعناصر بشرية جديدة تساعدها في
استمرارها في نعم. القيام بأعمال طب دكتور أحمد، تحفيزية يعني إذا أردنا أن نعود لأصل هذه الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الدول العربية بسبب هذه الدولة التي تعتبر من أحد الدول أو من إحدى الدول التي تنتمي إلى منظمة التعاون الخليجية، يعني السؤال الذي يلوح في الأفق الآن دكتور أحمد، لماذا تقوم قطر بكل هذه الأفعال المشينة بحق الدول العربية؟ ما الذي سيعود عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وما هو المردود من ذلك على دولة قطر؟ الحقيقة هذا السؤال في غاية الأهمية، وكانت هناك تفسيرات متعددة لمثل هذا السلوك الشاذ من جانب القيادة القطرية. أحد هذه التفسيرات هو أنه منذ قيام الانقلاب في قطر في عام 1995 كان الأمير السابق حامد بن جاسم يريد أن لقطر أن تلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تعزيز علاقاتها مع إيران وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هو كان يعني لديه أوهام بأن مثل هذه التحالفات مع القوى غير العربية ربما يعني تضع قطر في مرتبة تأثير ونفوذ أكبر كثيرا من حجمها الحقيقي الذي يعني تستند إليه اعتبارات الجغرافيا والتاريخ. هذا هو الوهم الذي ربما يفسر إلى حد كبير ما صارت إليه الأمور حاليا. التفسير الآخر هو ربما أن المصالح الاقتصادية لقطر حاليا تدفعها إلى التعاون مع إيران بشكل أو بآخر، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية على إيران في العام الماضي وبداية قيام شركات النفط الدولية لإقامة مشروعات ضخمة في إيران لتطوير حقول الغاز الطبيعي. شاهدنا في الأسبوع الماضي توصل شركة توتال الفرنسية إلى عقد بقيمة 5 مليار دولار لتطوير حقل بارس الجنوبي، وهذا الحقل تشترك قطر مع إيران في وبالتالي قطر ربما تسعى إلى عدم فقدان إيران عند تطوير هذا الحق، حتى لا تنشب مشاكل لاحقة كما حدث بين الكويت والعراق في فترة ماضية. أعتقد أن سيناريو العراق والكويت هو يعني يسيطر على بعض أوساط النخبة القطرية الآن في محاولة لتحسين العلاقات، خاصة وأن هناك شكوك إيرانية كبيرة تجاه قطر خلال فترة العقوبات في أنها كانت تسرق الغاز القطري من هذا الحقل نعم. المشترك. نعم. طب دكتور يعني أحمد، الحديث أيضا عن هذا الدور القطري، هناك العديد يعني ملايين ومليارات الدولارات التي تنفقها قطر على تمويل الجماعات الإرهابية والمسلحة في بعض الدول العربية، ولكن لماذا لا تتوجه هذه المليارات من الدولارات من أجل الدول الفقيرة، الدول الإسلامية التي تعاني من حالة من الفقر الكبير، وتحديدا الدور الذي تقوم به في دولة الصومال وأيضا دولة تشاد، يعني تتوجه هذه الأموال الطائلة إلى الجهة الغير شرعية أو إلى الجهة الغير أو الجهة التي من المفترض أن توجه لها هي الجهة الصحيحة؟ أتفق مع حضرتك تماما في كل ما قلتيه بأن هناك عدم رشد سياسي في استخدام الثروات التي أنعم بها الله على قطر. هذه الثروات يبدو أنها أصبحت نقمة وليست نعمة، لأنها تسببت في تشريد ملايين البشر في سوريا وفي العراق وفي اليمن. هذه الأموال لو كانت صرفت بما يرضي الله وبما يرضي العقل والمنطق ربما كان أوضاع ملايين المسلمين وملايين العرب أفضل كثيرا مما هي عليه الآن. أعتقد أن هذا التوجه غير الرشيد من جانب القيادة القطرية كان سببه أنهم ألقوا بعقلهم ومنطقهم في يعني في أيدي دوائر السياسة الغربية والأمريكية بصفة خاصة والتي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني العالمي، وبالتالي أعتقد أنهم نجحوا في غسل دماغ هذه القيادات بأنهم
يحصلون. طب يعني افهم من حديثك يعني دكتور احمد، دكتور احمد يعني عذرا عند هذه النقطه، يعني تحدثت في معرض حديثك منذ قليل بان دوله قطر تبحث عن التمثيل الدبلوماسي بشكل كبير والظهور امام دول العالم اجمع بانها ليست دويله صغيره، انما هي دوله لها سياستها ولها اقتصادها القوي. ولكن هذا راي، وهناك اراء اخرى تقول بان قطر ما هي الا عباره عن اداه واحد البيادق في يد بعض الدول الغربية التي تريد أن تنفذ هذه الأجندة التخريبية في المنطقة العربية. يعني أيهما الأقرب للحالة القطرية؟ هل يعني النقطة الأولى أم النقطة الثانية أم الاثنين معا؟ أعتقد أنهما الاثنين معا، لأن لو لم تكن هناك أوهام لدى القيادة القطرية بلعب مثل هذا الدور الحيوي لما كانوا قد وقعوا فريسة لهذه الدوائر التي ترغب في فرض أجندة معينة على شعوب المنطقة وعلى دولها، تمثلت فيما نشهده مؤخرا في السنوات الأخيرة من فوضى واضطرابات وعدم استقرار في كثير من الدول. لا يمكن أن يحدث مثل هذا الاختراق للمنطقة دون وجود يعني بيئة قابلة. يعني أفهم من حديثك دكتور أحمد أن قطر هذا الأمر، دكتور أحمد، قطر بالفعل متورطة في تنفيذ هذه الأجندة، ولا حلول لها ولا مخرج لها من يعني أن تخرج من هذا المأزق الذي وضعت فيه نفسها؟ أعتقد أن احنا الآن في مفترق طرق رئيسي أمام قطر. الدول العربية الأربعة التي فرضت أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية من قطر وجهت رسالة في منتهى الحزم والصرامة بأن الاستمرار في هذا الطريق سوف يعني يدمر اليابس والأخضر في المنطقة، وسوف يكون الخاسر الأكبر في الحقيقة هم الشعب القطري الذي سوف يدفع فاتورة الغباء السياسي لقيادته الحالية. بالفعل يعني دكتور أحمد، يعني هو غباء سياسي كما ذكرت، وأيضا هذا يفسر التعنت القطري والعناد والتكبر حيال هذه الحلول التي قدمت من دولة وسيط كدولة الكويت، يدل كل هذا أو كل هذه المعطيات على أن بالفعل قطر متورطة في تنفيذ هذه الأجندة التخريبية. نشكر الدكتور أحمد قنديل خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشكرك جزيل الشكر. Редактор